ورجعنا لكم مرة ثانية وبنتكلم في موضوع الحب والفشل والنجاح في العمل. اخد منكم كده جملة جملة وانا هقول جملة برضو من حقي يعني معاكم بما اني معاكم. اديلي الجملة. بالظبط كده. ايه رأيكم نطلع يعني نستخلص ايه من الموضوع ده؟ نستخلص انه الفكرة كلها او المفتاح في ايد الراجل مش في ايد الست. يعني هي الست لو هي ذكية هتقدر انها تعرف الراجل بيحب ايه وما بيحبش ايه وتقدر امتى تتنازل. برضو تنازل هيكون بسيط اكيد ما تقضيش على مستقبلها. بس لو الراجل داعم والراجل بيحب الست وما عندوش مشاكل نفسية او عقد الحياة هتبقى حلوة عنده ثقة وهيقدروا يبقوا هما الاتنين لانه زي ما هيدعمها هتدعمه اضعاف لانه دي طبيعة الست اصلا. هي طول عمرها العمود الفقري للبيت والداعم لكل افراد البيت. تمام. فهيكون احسن. تمام. هو بصي المفروض ان بيبقى فيه ادوات للتغيير كل الكلام ده لان بيبقى الموضوع نسبي. يعني ممكن في خناقه يقول لك طب بصي انت مش هتشتغلي تاني والموضوع يكبر في دماغه وانت ساعات الموضوع يكبر في دماغك طب انا مش هسيب الشغل. فهنا في ادوات للتغيير للراجل وللست. اول حاجه الحوار. الحوار بتوصلي للتوفيق بين مثلا التناقضات اللي بينكم وبين بعض وممكن كمان التغيير لما تغيري طريقه مثلا حوارك لو هو متضايق منها عشان توصلوا برده. هو ممكن يتنازل عن انت تنزلي شغلك فده موضوع برده ان هو يتنازل ويسيبك تعملي اللي انت عايزاه او تشتغلي فدي في حد ذاتها راحه ليكي. فلازم تديله بقى دلع اكتر. بالظبط يا مها. لازم يبقى في حوار بين الاثنين وذكاء كده بين الطرفين. ده بيبقى نقطه مهمه جدا. يبقى هو احسن حاجه اللي نوصل لها ان مفيش الدعم النفسي للمرأة أو الرجل طبعا شيء مهم جدا وشيء في احتياج حتى مجرد ان هو يقول لها ان القرار بتاعك هي هتحس لو مقصرة 5% ان هو القرار بتاعها ان هي ما تكملش مثلا هتفضل جنب جوزها. بالظبط كده. حرية الاختيار ان هو يديها حرية الاختيار مش مسألة ان انت لا مش هتشتغلي لا مش هتشتغلي حتى لو هي عندها نيه ان هي ما تشتغلش قوي او مش متمسكه قوي هتتمسك او هتحس بحزن انها سابت الشغل. دي لما يدي لها القرار كده ويقول لها الموضوع بتاعك انت بقى شوفي انت عايزه ممكن تحس ان هي مجهوده على قدها بس على فكره ان انت يعني كده مرتاحه وقادره تعملي الاثنين اعمليه.